أعلن حزب إرادة خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق برنامجه الانتخابي في جميع المجالات. لقد بنى حزب إرادة برنامجه بما ينسجم مع نهجه مع نهج الديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي لتحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتحسين جودة الحياة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة وضمان اجتماعي. وتبنى الحزب في هذا السياق حلولاً ومبادرات تستجيب لمعطيات الحالة الأردنية وظروفها، وبما يساهم بمرور الوقت في نمو وتطوير نموذج اقتصادي يتناسب مع حالتنا، يوازن بين التكيف مع التحديات التي يواجهها الأردن والتحولات والمتغيرات التي تطرأ في العالم، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الثورات التقنية أو الأزمات العالمية وسواها. فهذا النهج سمي في الدول التي تبنته ونجحت به، ونحن نعتقد هنا أن هذه الوصفة التي تناسب دولتنا الأردنية الحبيبة، سمي بالطريق الثالث، فلا هو طريق الليبراليين ولا الليبراليين الجدد، ولا هو نهج الاشتراكيين، مع احترامنا لجميع الأطراف، وإنما هو نموذج يجمع ميزات هذا وذاك ويتفادى عيوبهما. ونحن نؤمن بحزب إرادة أن هذا الطريق هو الوصفة الأنجع للأردن والأردنيين، حيث سيؤدي إلى إعادة نسج الطبقة الوسطى التي اضمحلت وهي المحركة للاقتصاد، والتي يجب أن تشكل ليس أقل من 75% من الشعب الأردني، ويجعل المسؤولية على عاتق الدولة في أمان شامل للمواطن، من خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة للجميع ومجانية للفئات الفقيرة اقتصاديا، مع ضرورة التركيز على ردم الفجوة التعليمية بين الأغنياء والفقراء وبين التعليم الحكومي والخاص وبين المناطق. وهذه الوصفة تطلق العنان للقطاع الخاص للمنافسة الحرة، لأنه المشغل الرئيسي لأبنائنا، ولكن في إطار حوكمة رشيدة من الدولة يراعي حماية المواطن، حماية المستهلك من جهة، وعدم التغول والاحتكار من جهة أخرى.